واحد من رموز الصاعقه كبار جدا في مصر ابراهيم الرفاعي طبعا كان واحد من الرموز في حرب اكتوبر كان دايما متاثر بالرمز الكبير رمز من رموز الصاعقه ابراهيم الرفاعي طبعا لان ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه الشهيد ابراهيم الرفاعي كان استشهد في 73 روايات وقصص بقى بجد يشيب لهولها الولدان فعلا حاجات بقى اللي هي يمكن نقراها احنا دلوقتي ما نصدقش ان ده في ناس كانت بتعمل البطولات دي فكان متاثر جدا بالبطولات وكان بيقراها وكان بيعمل سيرش وكده وكان بيقرا كتير عن الشهيد ولدرجه انه كان التاثر بقى وصل انه كان عامل له صوره عندي في البيت اول ما تزوجنا ومبروزها طبعها وبروزها وكان حاططها عندي في الانتريه يعني على ترابيزه طقطقه كده حاططها كده يعني انا عايز اقول لحضرتك المعروف انك لما بتحط صوره تحط لوالدك لوالدتك ليك حد انت شفته كمان حد حياتك انت حد عشت معاه لا 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 وكانت الصوره دي انا ما ينفعش احركها يعني انضفها واحطها في مكان ما ينفعش اجي ناحيتها كانت بتحصل بجد زعله كبيره يعني كان عامل تيشيرت برضو مكتوب عليه ابراهيم الرفاعي وكده واسطوره الصاعقه وكان بيحب جدا يرتديه طبعه كان بيروح اللي عرفته بقى بعد استشهاده قبر ابراهيم الرفاعي كان بيكلمه ان انا كنتش اعرف الكلام ده اتحكالي كان بيروح وبكامل اناقته بافرول عسكري نظيف جدا وحاطط النياشين بتاعته مش اللي هو رايح عادي كده لا ده هو له احترامه حتى وهو متوفي من سنين كان بيروح يزوره ويقف واللي عرفته انه كان بيحب يقعد يتكلم يقف يتكلم معاه كان شايف انه طبعا ابراهيم الرفاعي حاجه كبيره جدا فهو كان معتز بيه جدا لما كان يحصل يمكن حاجه في شغله هو حاجه عسكريه بالذات او حاجه جوه مضايقاه في ضغط في حاجه قلقاه كان بيروح يقعد يحكي معاه ويشتكيه